فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مع المغني وأيضا رجال البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والعمل، قال: ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. أعتذر أن تأخرت عليكم. ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة. قال أحمد: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في الصلاة الفريضة. لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت فمشي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة حتى فتح له. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ويصلي بها، فيحملها إذا قام، وإذا ركع تركها، وإذا رفع حملها، وكان يحملها أيضا، وإذا نزل وإذا سجد وركع تركها. وأيضا في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة، وكانت القبلة يعني قبالة الباب، فاستفتحت عائشة، دقت الباب يعني، فمشى لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح لها. وهذا لا يحد حد، يعني لا يقال ثلاثة خطوات ثلاثة أو غير ذلك، هذا الأمر ليس له حد حبيبي الله يكرمك. ففيها دلالة على أن المشي في الصلاة للحاجة لا يؤثر فيها سلبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك يا سكينة، أحسن الله عليك إبراهيم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحياء والعقرب، رضي الله عنك وائل، أحسن الله عليك. فإذا رأى العقرب يعني خطأ إليها وأخذ النعل وقتلها ورد النعل إلى موضعها، لأن ابن عمر نظر إلى ريشة فحسبها عقربا فضربها بنعله. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه التحف بإزاري وهو في الصلاة، فلا بأس إن سقط رداء الرجل أن يرفعه، وإن انحل إزاره أن يشده، وإذا عتقت الأمة وهي تصلي اختمرت. طبعا هم يقولون التصور هذه المسألة أن الأمة لأنه لها أن تصلي بغير غطاء الشعر، ويرون أن الأمة يعني عورتها من السر إلى الركبة، فيفترضون ذلك، فيقولون إذا عتقت وهي تصلي وجب عليها تغطية الرأس وإلا بطلت صلاتها، فيكون معها الخمار فتغطي رأسها وهي تصلي تصح صلاتها بذلك. وهذه حركة في الصلاة، وهي أيضا لا تبطلها، رضي الله عنك يا محمد، أحسن الله عليك محمد. وقال: من فعل كفعل أبي ورزة حين مشى إلى الدابة وقد أفلتت منه فصلاته جائزة، كما قلت، لأن الحد بثلاثة خطوات أو غيرها لا دليل عليه، لا دليل عليه. هو المسألة، جزاكم الله خيرا، المسألة أن يمشي أو يقوم أو يجلس بما يصلحه وهو في الصلاة فتصح الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فمن فعله أو أمر به فلا بأس به. ومثل هذا ما روى سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر هو أراد أن يبين لهم ويعلمهم الصلاة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ومع ذلك هو دخل في الصلاة فكانت صلاة. فإذا أراد أن يسجد نزل عن المنبر فسجد بالأرض ثم رجع إلى المنبر، وهو كذلك حتى قضى صلاته. وحديث جابر في صلاة الكسوف قال: ثم تأخر وتأخرت، تأخرت الصفوف خلفه حتى إذا انتهينا إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه. وعن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير، فكان كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على ظهري، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالأرض. وطبعا أصلا يعني باقي الحديث أنه وثب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تركه، يعني ما قام، ما يقوم حتى ينتهي
الحسن من جلوسي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ثم أرفع رفعا رفيقا. وكل ذلك كما قلت في الصلاة، فهذا العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. وحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يداري البهيمة حتى لصق بالجدار، والمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي بأبي هو وأمي وجاءت بهمة تريد أن تمر من أمامه، فكان النبي يضيق عليها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيق عليها، يعني يمشي أماما يمشي أماما حتى التصق بالجدار بأبي هو وأمي، فما مررها وما مرت، فما مررها وما مرت، فمرت من خلفه، هذا مشي يضيق عليه، هذا مشي وفعل في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي سعيد في الأمر بدفع المار بين يدي المصلي ومقاتلة إذا أبى الرجوع، الحديث معلوم، حديث أبي سعيد وهو وكز الرجل أراد أن يمر فأوقفه، فرجع فأراد أن يمر فوكزه ثم ضربه في صدره. كل ذلك وأشباهه لا بأس به في الصلاة ولا يبطلها، ولو فعل غير هذا غير الحاجة كره له، لأنه يتحرك في الصلاة والأولى الخشوع، قوموا لله قانتين، ولا يبطلها أيضا. وحقيقة الأمر أنه يعني لنا قاعدة من الأهمية بمكان، هذه القاعدة تقول بأنه إذا صحت الصلاة فلا يجوز إبطالها إلا بدليل أوضح من شمس النهار، ما ثبت بالدليل على صحة الصلاة فلا يجوز إبطالها إلا بدليل أوضح من شمس النهار. فمن قال الحركة تبطل الصلاة قلنا هات الدليل، قد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتحركت المرأة التي حملت الصبي والنبي دخل في الصلاة يريد أن يطيل بها، فلما سمع بكاء الصبي قصر. ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد، نعم لا بد من دليل شرعي للتحديد، التحديد لا يكون إلا توقيفيا، فإن لم يرد التحديد وورد ما يبين أن التحديد غير مراد أو هو غير مؤقت وأن النبي تحرك في الصلاة، إذن فعل النبي تشريع. قال المصنف لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على الثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء، وفي حمله أمامة ووضع في كل ركعة، نعم، وهذا في الغالب يزيد على ثلاث. يقول المصنف لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادة على ثلاث حركات، فالتحديد بذلك فيه نظر، كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى النساء وفي حمله أمامة ووضعها في كل ركعة، وهذا في الغالب يزيد على ثلاث أفعال. وكذلك مشي أبي برزة في مع دابته التي افتلتت فمشى وراء خلفها ليأخذها وهو يصلي، وما قال له النساء أنك خرجت من الصلاة، لا فيك أن تصلي بطرحة، لكن المهم الثياب التي تلبس ما تكون يعني إلا فضفاضة. ولأن التقدير بابه التوقيف كما قلنا، التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه، ولكن يرجع في الكثير واليسير إلى العرف فيما يعد كثيرا أو يسيرا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود من اليسير، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وأمر النبي بقتل الحية والعقرب هذه معناها أنه يحتاج في ذلك إلى حمل شيء ثم الضرب ثم التعقيب، فهذا فعل أكثر من ثلاث حركات بكثير. يقول وإن فعل أفعالا متفرقة لو جمعت كانت كثيرة وكل واحد منها بمفرده يسير فهي في حد اليسير، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في كل ركعة وضعها، وما كثر وزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلاة، لأنهم جعلوا حد اليسير هو حد فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طب هذا بالفعل، لكن بالقول أيضا عندما أمر بقتل الأسودين في الصلاة فهذه أيضا لها تحديد، أقصد ليس لها تحديد وهي فيها أيضا يكون قد يفوق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يكون ضرورة فيكون حكمه حكم الخائف فلا تبطل الصلاة به، كما الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل الكافر الذي جمع للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه وقال إذا رأيته هبته، فلما رآه علم أنه هو فصلى ماشيا خشي على نفسه لا تضيع عليه الصلاة،
فصلى ماشيا حتى قتله. ونحتاج إلى فعل كثير في صلاة غير ضرورة، قطع الصلاة قطع الصلاة لأنه فعل أكثر أفعال كثيرة، والرأي رآه يفعل أفعالا كثيرة كأنه ليس في صلاة، فهذا تبطل صلاته. قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان يتخاف أن يلقى أحدهما أو أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. حقيقة الأمر هذه مسألة متصورة، أن يكون في صلاة ويرد مثلا حتى ولو بهمة تمشي وهناك حفرة ستقع يمشي ويصدها عن الحفرة. وإذا وجد متخاصمين يقتتلان من الصغار فإنه يذهب يخلص بينهما ثم يرجع فيصلي. قال أحمد: إذا رأى صبيين يقتتلان يتخاف أن يلقي أحدهما صاحبه في البئر، فإنه يذهب إليهما فيخلصهما ويعود في صلاته. وقال: إذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد أقيم الصلاة، فلما سلد الإمام خرج المذموم، فإن الذي كان يلزمه يخرج في طلبه، يعني عنده دين، له دين والأخ يتهرب منه، يعني يبتدئ الصلاة هكذا، لو رأى حريقا يريد إطفاءه أو غريقا يريد إنقاذه خرج إليه وابتدأ الصلاة، يعني استأنف من جديد. عليكم السلام ورحمة الله. ولو انتهى الحريق إليه أو السيل وهو في الصلاة ففر منه، بنى على صلاته وأتمها، يعني لا يستأنف، يبنى على الصلاة وأتمها صلاة خائف لما ذكرنا من قبل. مسألة أخرى: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود بهيم. هذا عجيب جدا. قال: مسألة لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود بهيم، مع أن الحديث قد جاء بأن يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود وأيضا الحمار، كما قلنا، لأن الإمام أحمد يرى أن المرأة خرجت بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت معترضة، نائمة معترضة كالجنازة، وأن الإسلام كان يعني يغمزها بإصبعه فتغبط. جزاكم الله خيرا يا منار. لما تتقطعين في الدروس؟ لما؟ ويرى أن الحمار قد خرج بحديث ابن عباس أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار. قال: وكنت على أتان فتركت الأتان يرتع وصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت في الصف. فقال: هذه دلالة أن الحمار لا يقطع أيضا، فما يبقى إلا الكلب الأسود، والكلب الأسود البهيم والأسود الذي ليس فيه شيء أبيض، يعني الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. لما؟ لأنه ما ورد حديث يخرجه. وحقيقة الأمر أن الثلاثة المعدودات في قطع الصلاة كلهن يقطع الصلاة، لأن النبي قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. والمعنى هنا: إذا مر بين يديه. هذا المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى، نقله الجماعة عنه. قال الأثرم: سئل أبو عبد الله ما يقطع الصلاة؟ يقطع الصلاة يعني يبطلها، على الرجح الصحيح، وأن كان الجمهور حملوها على نقص الأجر، فقال لما سئل على ما يقطع الصلاة فقال لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم. وهذا قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحكى عن طاووس ويروى عن معاذ ومجاهد أنهما قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة، ومعنى البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة إذا مرت والحمار. قال: وحديث عائشة من النساء من الناس من قال ليس بحجة على هذا، لأن المار غير اللابث، وهذا صحيح، وهو في التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه كان في الليل، والليل قيام الليل، فهي نافلة ليست فريضة، وهو أسهل من الفرض، والفرض أكد. وحديث ابن عباس: مررت بين يدي بعض الصف ليس بحجة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وروى هذا القول عن أنس وعكرمة والحسن وأبي الأحوص، وهذا صحيح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. حقيقة الأمر أنك لو صليت ومرت المرأة أمامك فالصلاة باطلة، إلا الصغار، الصغيرة لا تؤثر في الصلاة سلبا، لكن الكبيرة تبطل بها الصلاة، يعني المرأة الحائض.
وأجو هذا القول ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقضي ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن صامت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، رواهما مسلم أو داود وغيرهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي مر بين يديه على بين يديه على الحمار قطعت صلاتنا. حديث فيه كلام. وكان ابن عباس وعطاء يقولان يقطع صلاة الكلب والمرء حاد، وراه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال أبو داود رفعه شعبة ووقفه سعيد وهشام وهمام على ابن عباس، والموقوف أصح. وقال عروة والشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي لا يقطع الصلاة شيء. وهذا طبعا ورد عن حديث مرفوع عن أبي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيء، وهو حديث ضعيف لم يصح. روى أبو سعيد قال قال رسول الله لا يقطع الصلاة شيء، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف هو من الضعف المكان. وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلبة يعبثان بين يديه، فما بال ذلك، رواه أبو داود، وهذا حديث أيضا ضعيف. حققت ذلك في رسالة السترة فضل الله الفعلاو بأنت ضعف كل هذه الروايات. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. هذا الذي تمسك به أحمد وقال المرأة تخرج من ذلك، مع المرأة لابثة لا مارة، والمرور أشد من المكوث. وأيضا تمسك أحمد بحديث ابن عباس أقبلت راكبا على حمار أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمررت على بعض الصف ونزلت فأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. فحمل الإقرار على الجواز، لذلك قالوا أن هذا يعلمه الله، ولو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمه الله، ولو كان منكرا أو تبطل به الصلاة لبينه له، ولو بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الأمر كل الثلاثة إذا مر تبطل الصلاة، المرأة تبطل بها الصلاة، الحمار أجلكم الله يبطل تبطل به الصلاة، الكلب الأسود تبطل به الصلاة، اللهم أمين. حديث زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته لأنها كانت صغيرة. وحديث هن أغلب وهو حديث ضعيف أيضا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى أخذتا بركبتيه فقرع بينهما فما بال ذلك. ولنا حديث أبي هريرة وأبي ذر وحديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء. وهذا الحديث حديث ضعيف، يعني بيحتج به ابن قدامة على أن الصلاة لا يقطعها شيء حتى الكلب الأسود، لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث ضعيف لم يصح. شوف هو إيش قال، يرويه مجالد بن سعيد، مجالد طبعا متفق على ضعفه، مجالد بن سعيد وهو ضعيف فلا يعارض بحديثه الحديث الصحيح، ثم حديثنا أخص فيجب تقديمه لصحته. هو يعارض من يعارضه بهذا الحديث على أن الكلب يقطع، لأنه لما قال لا يقطع صوت شيء عموما يبقى لا الكلب ولا الحمار ولا المرأة، والجمهور حملوه على نقص الأجر، وهذا غريب جدا لأنه يعني بعيد في التكلف في التأويل، والحديث صريح يقطع الصلاة. نعم الفأر يأخذ حكم القطة في الطوافين. فقال ويرويه مجالد بن سعيد وهو ضعيف فلا يعارض به الحديث الصحيح الذي قال فيه والكلب الأسود شيطان. يقول ثم حديثنا أخص فيجب تقديمه لصحته وخصوصي اللي هو الحديث الكلب أجلكم الله. وحديث فضل بن عباس في إسناد مقاتل ثم احتمل أن الكلب لم يكن أسود ولا بهيما ويريد أن يكون بعيدين. ثم هذه الأحاديث كلها في المرأة والحمار يعارض حديث أبي هريرة
وأبي ذر فيبقى الكلب الأسود خاليا معارضا خاليا عن المعارض، فيجب يعني حديث أبو هريرة معارض بحديث يعارض حديث أبو هريرة وأبي ذر، فيبقى الكلب الأسود خاليا عن المعارض، فيجب القول به والثبوت وخلوه عن المعارض. وحقيقة الأمر أن الأول ليس معارض والثاني أيضا ليس معارض، يعني حديث عائشة ليس معارض، لأن حديث عائشة هي نائمة نائمة ممددة والحديث في المرور لم تمر، فأين المعارضة؟ أين المعارضة؟ يقطع الصلاة إن مرت المرأة، أين المعارضة وهي نائمة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. وطبعا أيضا حديث الحمار، حديث الحمار سترة المام سترة المأموم، فلا معارضة أيضا. فصل. ولا يقطع الصلاة شيء سوى ما ذكرنا لا من الكلاب ولا من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر وقيل له ما بال الكلاب الأسود من الكلب الأحمر من الأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان، يعني أي كلب يمر لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان الكلب الأسود، أي كلب يمر لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان من الكلب الأسود. ولذلك قال وكذلك الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما لم يقطع الصلاة، لتخصيص البهيم بالذكر، ولأنه قال هو شيطان، ولقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان. البعض يؤولها أنه شيطان الكلاب كشياطين الإنس والجن، وحقيقة الأمر هو شيطان على ظاهره أنه شيطان، ولأن الجن يتمثل في ذلك، وقد قال ابن تيمية أن الجن أيضا يتمثل في الهرة السوداء، فبين أن الشيطان هو الأسود البهيم. قال ثعلب البهيم كل لون لم يخالطه لون آخر فهو بهيم، فمتى كان فيه لون آخر فليس البهيم، الأسود البهيم الذي ليس فيه نقطة بيضاء، وإن كان بين عينيه نقطتان يخالفان لونه لم يخرج بهذا عن كونه بهيما، يتعلق به أحكام الأسود البهيم. من قطع الصلاة وتحريم الصيد وإباحة القتل فإنه قد روي في حديث عليكم بالأسود البهيم ذي الغرتين فإنه شيطان، فقد تمسك هنا المصنف بأن الصلاة لا يبطلها إلا مرور الكلب الأسود البهيم لأنه لا معارض له، وإن كان الأحاديث الأخرى التي جاءت وذكرت المرأة والحمار تعارض بالأتان حيث مر، والإجابة عن الأتان السترة المأموم المعارضة معارضة حديث تقطع الصلاة أو يقطع الصلاة الثلاثة بأن المرأة عائشة كانت نائمة معترضة كالجنازة، يقولون هذا معارض وليس بمعارض، لأن المكس ليس كالمرور، المكس ليس كالمرور. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.